بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في البداية نشكر سي ذي بلال الإعلامي والوطني المخلص والصديق العزيز. فيما يخص دار الثقافة ابن رشد بالجلفة، هي مؤسسة ثقافية تابعة إداريا لوزارة الثقافة. العمل نتاعها هو عمل ثقافي يومي. فيما يخص الجانب الثقافي بصورة عامة، هي تنشط في كل مجالات الفنون والثقافة اللي معروفة في كل الدنيا. فيما يخص الآفاق المسطرة في الأيام القليلة القادمة، هي عملية تنصيب رابطات خاصة بالمجالات الثقافية، رابطة خاصة بالأدباء، ورابطة خاصة بالموسيقيين، رابطة خاصة بالسينمائيين، ورابطة خاصة بالشعراء الفصيح والملحون، ورابطة خاصة بالمطربين بصورة عامة. بالإضافة أيضا الأعمال المستقبلية القريبة جدا، هي تنصيب مجلس إدارة خاص بالتوجيه وخاص بوضع الخطة العامة لبرنامج دار الثقافة السنوي. النقطة الأخرى، كاين هناك ملتقيات تكون إن شاء الله في مستوى هذه الولاية المليونية، خاصة بعلماء ورموز هذه الولاية، الناس اللي تقريبا ما همش معروفين على مستوى المحلي أو الوطني، تمس هذه العملية كل العلماء اللي موجودين تقريبا من حسيف دولي إلى قطارة. في الأيام القليلة القريبة إن شاء الله راح تكون هذه الملتقيات من كل الدوائر ومن كل البلديات، وعلى الأقل إن شاء الله راح نعرفوا بهذا العلماء وبهذا الرموز الدينية والتاريخية والثورية والعلمية في كل المجالات. أيضا كاين نشاطات تقريبا كبيرة تكون بالتنسيق مع المؤسسة الثقافية وعمل الجمعيات وعمل الفنانين وعمل كل المبدعين. كاين أيضا في الأسبوع القادم راح يكون ثاني تكريم لبعض الكتاب اللي قاموا بإصدارات كتب ثقافية، لأن عندنا سنة في دار الثقافة أن كل كاتب يألف لنا كتاب نحتفل به مباشرة في الأسبوع اللي يقوم بإخراج هذا الكتاب، للتعريف عند وسائل الإعلام والمثقفين والمبدعين، ويعرفوا بلي كاين أدباء وكاين كتاب هنا في مجالات الثقافة هنا في ولاية الجلفة. هذا جانب. الجانب الآخر ثاني، نعاونوا فيما يخص التسويق، لأننا عندنا تقريبا 23 مكتبة تابعة للثقافة على مستوى البلديات فيما يخص تسويق هذا المنتوج، وأيضا لتشجيع هؤلاء الكتاب في كل قلنا في كل فنون الثقافة، اللي نتمناه احنا إن شاء الله نطلبوا المساعدة من الجميع، والأبواب مفتوحة لكل المبدعين في كل المجالات، وإن شاء الله اللي نقدروا عليها كل نديروها، واللي ما نقدروش عليها على الأقل. احنا الهدف أننا نسطر برنامجا ثقافيا متميزا في مستوى هذه المليونية، وفي مستوى عظمة هذه الولاية، وفي مستوى أدباء ومثقفين هذه الولاية. نعرفوا باللي تقريبا في كل سنة، وهذا شيء ربما لا يوجد حتى على مستوى أي ولاية من الولايات، هو أننا تقريبا في كل سنة كاين من 10 إلى 11 إلى 12 كاتب يأخذوا جوائز دولية، وهذا شيء نادر أن تكون ولاية يكونوا فيها كتاب بهذا المستوى أنهم يتنافسوا به يأخذوا جوائز دولية ووطنية، وهذا شيء مشرف. مرة ثانية نشكرك سي بلال، ونشكر كل المجهودات اللي راك تقوم بها، وإن شاء الله بالتوفيق لنا ولكم، وبارك الله في الجميع.